الدراما المغربية حصريا على الإذاعة الوطنية. ونلتقي اللحظة سيداتي سادتي مع العقل ميزان. العقل ميزان مسلسل اجتماعي في حلقات من تقديم قسم التمثيل لدار الإذاعة والتلفزة المغربية. العقل ميزان تأليف محمد بلال، ساعد في الإخراج حميد ديان، إخراج محمد أحمد البصري. الحلقة 18. إيوا المهمة، كي جاتك الدويرة؟ إيوا المهمة وليدي. ورحمد الله غالي درتو عشيشكم تاتوما. ربي يخليك لينا خالتي رقية. إيوا دابا داك السفلي راه مازال ما كملش هي المهمة. وليدي المعطي ما خاصكم والو، الموضة وكل شي داخل. لا هو مازال غنجيب القباز يدير لينا شرشيمة بلدية من داكشي من صرع عيدك وداك المعتبر. بالحق أنا اللي نختار الزواقة اللي غادي ندير. لا 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 أنت اللي غادي تختاري، عاقلتي على راحتك. الله يخليك ليا المعطي. أنت يا بنتي شكون كان يقول غادي يفتح علينا الله ايه وديروا عشيشتكم في المدينة بحال الناس. يا الصبر زين ابنيتي الصبر زين. ايه والله راه قادر على كل شيء اميمتي. اللي بغى يغني يغنيه واللي بغى يفقره كيفقره. ايه يا ابنيتي سبحان الله العظيم. ايه واشنو نمشي ولا ما سخيتي شرح ما بدارك؟ ها ما نكذبش عليكم، اي والله ما سخيت. وتتبتي فيها اليوم. علاش عند المراه من غير دارها ومولا دارها الله يحفظها وينجي. نجيكم كاملين. عندك الحق بديقتي. بارك اي بارك عليا بالطبوحيط. يلا نخرجوا نشد ليكم تاكسي يوصلكم وانا نمشي نقضي غراضي. رقية وزيد الحيمو. بسم الله ايوا سد الباب بالساروت المعطي. relaxnature.com. هاي وانتم شوفوا المدينة مزينها اخويتي، نشوفوا بعويناتنا تبارك الله تبارك الله. هاي شحال زحام اخوتي. الحمد لله خالتي الدويرة زوينة وعجبتني الفصالة ديالها. اي ابني كتيفت انا عجبني المراح درتوه واسع تبارك الله. والمراح هو الشيء واسع بزاف. عندك الحق. هاي اخوتي ودابا احنا ولفنا هنا تساعدنا كشتي لهي في الدوار. ايوا بنيتي والضيق ديال المدينة هنا راه يقجني. حسبي الله يقجني هنا. ايه ولكن راه كل شيء غاول فتاتي. ويا بنيتي قلتي كل وقت وكل شيء اولف. الحق ربي كيصاوب من عنده الحمد لله. اي الحمد لله ربي العالمين. الحقيقه الموضوع فاش بغيت نتكلم معك اختي ليلى صعيب وصعيب بزاف. غير تكلمي اختي نعيمه راني بحال اختك. ربي راه عالم على القلوب ليلى اختي. اش من موضوع نعيمه راه كيف ما بغى يكون ما غاديش يكون كبر من هذه المصيبه فاش حنا. للأسف بالنسبة لي أنا أكثر من الغياب ديال سعيد. ما يمكنش. ممكن أختي ليلى ممكن. السبب بسيط هو أن الأمر يتعلق بحجر اللي سعيد متمسك بها وتيدافع عليها وتيوصيني عليها. فهمين يا نعيمة رانا مبقيت فهمة والو. الشرف ليلى. فهمت نعيمة قولي لي شكون هاد إبليس اللي دار فيك هاد المصيبة. قولي لي شكون. القانون قادر يعاقبه. وصافي ما تبكيش يا نعيمة دابا ما عمر الدموع ما تيحلوا المشاكل. للأسف فات الوقت ليلى على كل شيء وجا مشكل من الثاني مشكل والمصيبة غادية وتتكبر. فهميني شنو وقع بالضبط وما تخافيش. اللي وقع هو أنني حاملة. حاملة شهر والزيادة هادي. ما قلتيهاش لخالتي دامو؟ لا انتي بوحدك قليلة اللي عارفة هاد المشكل. وهاد المجرم ما قلتيهالوش؟ قلتهالو ولكن اش عندي ما ندير قدام السلطة الفلوس والمنصب ديالو مدير شركة ورجل أعمال. للأسف الفلوس مع قلة الأخلاق كتنهار القيم الكبيرة للمجتمع.
عندك الحق. وشنو تيقول في كلامه نعيمة؟ ما قال لك والو؟ هاد الشي فاش أنا جاي نهضر معك قطار حاليا نطيح. طيحي؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. هذا هو الحل اللي قال لي. وزواج؟ زواج هذا كان كلام الليل وطلعت عليه الشمس ودام مع الأحلام ديال الكذوب. مصيبة هادي بالفعل أختي. والمشكل هو أن كل نهار تنضيعه الكرش غدا وكتكبر، والمصائب غدا وكتكبر، والفضيحة غدا وكتكبر. وهذا علاش اختاريت نخرج من نفسي ونقول لك المشكل ديالي أختي ليلى. قولي لي يا نعيمة، شحال هادي بالضبط باش انتي حاملة؟ تكون هادي واحد شهرين تقريبا. للأسف لحقاش ممكن في واحد الوقت قصير ما يبقاش ممكن أنك تحيديه، ولا ما اعترفش بالمولود ديالو غادي يكون مشكل أمام المجتمع، والمجتمع ديالنا ما تيرحمش المرأة بالأساس. وشنو المهم؟ حيديها نعيمة بهاد البساطة أختي ليلى، وبهاد الألم والحزم يا نعيمة لحقاش ما عندكش حل في ظل هاد الظروف، وربي قادر يغفر لك. أما المجتمع فمستحيل أنه يتسامح معك في مسألة بحال هادي، وحتى الظروف ديالنا وخالتي مسكينة ما هتقدرش تحمل بحال هادشي. سيري لعندو أختي نعيمة وقولي له يمشي معك لشي طبيب وحيديه. إلا خاصينك الفلوس أنا نعاونك. الله الله يا وليدي يا إدريس، أبقى غير ما حلك في هاد الدنيا. مشيتي وخليتيني يا وليدي، كنتي العوينة اللي كنت كنشوف بيها. الله الله عطاك ليا والله أداك. الحمد لله الحمد لله على كل حال، ولا مرد لقضاء الله. يا ربي يا ربي يا سامع الدعاء، توب على لطفي وسامح له يا ربي، يكون صادق مع نفسه ويعوضنا في اللي بقى. ايه بنيتي يا نعيمة، ماشي انتي الاولى. تفضلي تفضلي. شوفي انتي بالخصوص مره اخرى هاد بنادمه اللي اسمها نعيمه ما نبغيهاش تجي تعتب عندي باقي في المكتب، فهمنا؟ نعم سيدي تفهمنا. يلا سيدي قبل شغلك. حياني عليك يا عدو الله، في النهار الاول كنتي جالسه كتعمر لي راسها وتعمر عليها في الشوارج، ودابا ما تعتبش لعندك المكتب. بالحق الله كبير كبير وما كيضيع حتى شي واحد. فين غادي تكون مشيتي يا سعيد؟ عمرك ما درتيها، حرام عليك حرام عليك، ضعتي وخليتيني ضايعه معاك، ما خليت عليك حتى شي مكان. يأستيني فين ما نسول ما تلقى لك اثر. حرام عليك يا سعيد، كاع التفاؤل اللي كنت محمله به كيدوب. فين مشيتي؟ ما خليت عليك مستشفيات، ما خليت كوميساريات. المهم نرجع للدار نجلس ونفكر مزيان. انا سلمتك يا بنتي ليلى. الله يسلمك يا بابا. ايوا فكرتي مزيان في الموضوع بابا؟ ما عرفتش واش فكرتي فيا وفي مستقبلي اللي قبلتي لي بهذا الزواج بهذا السي فريد اللي بسببه ضاع خويا، وانت كنتي غادي تضيع حتى انت. فريد انا عارفه مزيان، الحب عمره ما عرفه، المساله واضحه، هو طامع في مالك. ولكن إلا كان هاد الزواج غادي ينقذك يا بابا، أنا مستعدة نضحي بعمري من أجلك. بنيتي منين أنتي متفهمة الموضوع ونجتي لهاد الدرجة الله يرضي عليك، أنا غادي نصارحك بالسر، السر اللي خلاني نقبل زواجك من فريد. إذا ما كنتش خاطئة، كاين شي سر في هاد القضية. بالفعل بنتي كنت عارف أنك في يوم من الأيام غادي تعرفي بأن باك خايف عليك وعلى مامك. قضية هي أن فريد بطريقة غير مباشرة لا ولي يدي، حتى وقعت بعض الوثائق ما كنتش انتبهت لها وفات مني وقعتها وأنا ساهي، كيطالبني فيها بمبلغ كبير ديال المال إلا ما دفعتوش في خلال فترة معينة غادي يدخل معايا شريك في الشركة. إنسان خبيث. دابا سي شهاب الخدمة أنت عرفتيها، والمعطيرة ديما غيكون بجنبك، يعني غتكونوا نتوما ديما بجوج بلاصه واحده. ولكن السي فريد هادشي راه شو هو السي شهاب؟ انا عرفت كاش بغيت تقول،
انا كتقول زعما هادشي كيخالف القانون ياك؟ تماما، هادشي اللي بغيت نقول السي المعطي، يعني اننا تنهربوا اشياء الدوله محرمه للتجار فيها. تيق بيا سي شهاب، راه بحالك بحالي نهار الاول، ولكن الواقع راه حاجه اخرى. على حقاش حنا راه ما عندنا شي شي يد في هاد السلعه، حنا ما كنصيفطوها ما كنقولوا لهم يصيفطوها لينا. حاجه وحده اللي كنديروا، كنتعرضوا للسلعه ونجيبوها للسي فريد وهو كيوصلها لمواليها الحقيقيين. هادشي اللي قال لك المعطي هو اللي كاين السي شهاب. لحقاش حنا بنفوسنا كون بان لينا باللي هادشي اللي كنديروا غلط، كون على يقين اننا ما غاديش ندخلوا للسوق بالمره. اشوف السي شهاب. نعم سي المعطي. نعم. انت مالك كتخمم؟ ما تهرش شي راسك بهادشي، جرب معانا الخدمه ورد عليا الجواب صافي. حتى هادي هضره. اما ان الانسان يحكم على شي حاجه هو ما مارسهاش، في الحقيقه امر صعيب شويه. وعليه نجرب معكم الخدمه ديال اليوم. المهم انا غنخليكم جوج دابا، ومنين توصل لقيتها علاش اتفقنا نلقاكم عندي. متفقين؟ متفقين السي فريد. ايوا تهلاو انا غادي. صاحبي حتى وانت مالك فيك كثرت الغنان مالك؟ ولكن السي المعطي راه من حقي نعرف، من حقي نعرف. خلاص عليا، والسي فريد غادي يدير شي حاجه اللي خارج على القانون. ايوا ما عرفت، انا بالنسبه ليا بغيت نعرف وصافي. relaxnature.com. يا با مشيتي ومشى من موراك خبيثاي، وخليتيوني نعجى في وسط هاد الغابه. الوحوش اللي ما تعلموا القيام ولا المبادئ، الوحوش اللي نهشوا كلهم في عرضي وحيدوا كل علاقه بيني وبين طهارتي وطهاره الاصل ديالي. صورتك يا با اللي معلقه قدام عيني، تنقرا فيها الحزن، تنقرا فيها العذاب، تنقرا فيها من بعد هذا القيام النخوه والرجوله والطهاره اللي تذكرني بالوسخ فاش راحنا تنتخبطوا في هذه الدنيا. بنتي ليلى، مالكي مالكي يا بنتي حزينه بوحدك؟ شنو اللي مخليك في هذا الحال؟ والو بابا، حتى شي حاجه، غير تنفكر. ميمكنش ما يكونش عندك والو يا بنتي، صرحيني انا باباك، ما تخبي عليا حتى شي حاجه. والو بابا، قلت لك والو. كلميني بصراحه ليلى، الا مقلقك الكلام ديال الزواج، انا بنتي نقدر من دابا نرفض الفريد طلبه وغير بالتليفون. لا لا بابا. لكن ليلى ما نقبلكش تكوني هكا مقلقه، بلاش الزواج من فريد هو اللي مقلقك. انا عارفك مليحه بنتي ليلى. لا بابا، انا اليوم وليت مقتنعه اكثر من اي وقت هاد الزواج. انا عارفه ان ماما منين تتكلم فهي ما كتتكلم غير باحساس الام اللي تتبغي بنتها وتتفكر في مصلحتها، ولكن المنطقه هي، وهذا ما تمنعش الان باش تخبر فريد بالموافقه ديالي. بصح بصح بنتي، ايوا نحكي كيف كنتي دائما، نحكي نحكي باش نعرف بانك فعلا موافقه على هاد الزواج وبخاطرك. سي لطفي كيف بقيتي؟ ليلى انت لاباس؟ لاباس. ليلى راه قبلت تزوج بك السي فريد. ها؟ كيفاش؟ قبلت تزوج بيا؟ مبروك عليك يا ليلى، ومبروك علي حتى انا. ما تصوريش شحال فرحان دابا انا ليلى، شحال فرحان. شوفي، انا غندير كل ما يلزم باش نساعدك، وغادي ندير لك اجمل عرس في افخم فندق في المدينه كلها. مبروك يا ليلى. ايوا ضحكي يا ليلى، اش هاد العباسه دايره في ليله عرسك؟ واش بغيتي الناس يضحكوا علينا وتضحكي فينا عباد الله؟ زعما راه الفرح ديالك هذا وضحكي. سعيد سعيد، ما يمكنش. مبروك. الله يبارك فيك. مبروك الاستاذ فري. الله يبارك فيك. سعيد سعيد، مالك؟ اش وقع؟ سعيد انا ليلى. شكون انا؟ ليلى سعيد. شكون سعيد؟ شكون سعيد؟ بسم الله عليك انت فارغ. سعيد سعيد، اش هاد الشيء؟ اش طرا بنيتي؟ مالكي؟ شكون هذا؟ سعيد 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 سعيد.
سعيدة ماما سعيدة. خذ الخلاش من أنت سعيد. سعيد هذا هو لسه الطريق المعمر لك قلبك وخلال ما كاين مشكل. ليلى اجي بعد اجي اجي دخل بعد مني اجي بعد بعض الفضايح اجي اش وقع اجي بنيتي اش وقع لك انت فار الله اجي اجي شكون هذا سعيد هذا اللي خرج لي من الجنب عاوتاني دابا شكون سعيد سعيد حل واحد ما كاينش جوج فريد إلا أنت بغيتي تنقي طريقك من ذاك مقطع جدر ديال شهاب أو سعيد ديالها كاين حل واحد غير تمناي ومسحي دموعك يا ليلى غادي نهنيك منه وما غاديش نوسخ يديا فيه يلا والله لا فرح بيك ولا فرحتي بيه ما حد فريد عايش ليلى لقيت سعيد خالتي طابو لقيت سعيد سعيد عايش سعيد عايش فين ابنيتي فين غادي نلقاه خالتي غادي نلقاه فين ما كان غادي نلقاه الحمد لله يا ربي الحمد لله يا سيدي يا ربي ماضي هاك الفلوس ديالاش هادو سي فريد ديالاش هذاك خلاص ديال واحد العملية بغيتك تكلف ليا بها السي المعطي عملية ولكن ماشي هادي اول مره غادي نخدم معاك السي فريد وما عمرك ما عطيتيني قد هاد الفلوس هادو هاد المره الخدمه من المعيار الطاقي ومن النوع الرفيع وهذا عليا السي فريد راني ما فهمت شي فهمني وقف المعطي هاني يا سيدي وقف المعطي احنا في خطر وامال كيفاش احنا في خطر كيف كتسمع المعطي واحد بنادم مزروع معانا وماشي منا كاش كتقول يا سي فريد اش كتقول هادشي اللي كتسمع مني يا المعطي وشكون هاد بنادم سي فريد اللي مزروع في وسطنا بلا ما نعرفوه حنا شكون سعيد 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 شكون سعيد ما عرفت حتى شي واحد انا بهاد السميه هادي شهاب ها كيفاش شهاب اللي عاد دخل معانا هذيك غير السميه المزوره باش دخل معانا باش يخلينا نثيقوا فيه ويخلخلنا اما سميته الحقيقيه سعيد ولا ما صفيتيش معها المعطي غادي نرجعوا كلنا للزنزانه فهمتي واش فهمتي يا المعطي واش تمهبول ولا شكوش واش نقتلوها سي فريد ولا شنو احسن ما يقتلنا ايوا خويا ولكن هاد القضيه راه صعيبه عليا سي فريد مكتبش عليك انت ما غدير والو المعطي الدراري اللي غادي يقضيو الغرض اما انت غادي غير تقيدهم اسيدي ما نقيدهم ولكن سي انا ما ولكن ولا والو اللي قلتو يتنفذ بالحرف اسمع ما دير والو دابا حتى نهضر معك كنتم في الاستماع سيداتي سادتي الى حلقه جديده من مسلسل العقل ميزان